معانا الآن الكابتن نوسة الجبالي، بطلة مصر لرفع الأثقال من ذوي الاحتياجات. ازاي حضرتك من ذوي الهمم بطلة حضرتك مصر؟ يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا كابتن، احكي لنا عن تجربتك النهارده. انا فرحانه جدا لان كنت مع فخامه الرئيس طبعا، وكنت من اول من قطار القامه يحضر مؤتمر امام رئيس جمهوريه، وكنت حاجه فرحانه جدا جدا جدا. كان اسعد يوم في حياتي النهارده. يا نوسة دي أول مرة يحصل معاكي كده؟ يعني أول مرة تقابلي سيادة الرئيس، أول مرة تطلعي على المسرح؟ أول مرة، وكمان أول مرة حد من قصار القامة يقابل الرئيس. أنت يعني شايفة أول ده مرة إزاي؟ شايفة حد ده إزاي؟ يقابل الرئيس. أنت معانا أهو على الشاشة لابسة أبيض فأبيض يا حبيبة قلبي، ما شاء الله عليكي. شايفة ده إزاي؟ شفتي المشهد ده إزاي يا نوسة؟ أنا شفته إحساس تاني خالص، وإحساس إن إحنا فعلا بنغير نظرة مجتمع علينا كأقزام، إن إحنا فعلا نماذج والرئيس معانا. نعم. هل ده شجعك انك انت اوريدي طبعا بطلة مصر؟ شجعني ان انا احقق بطولات دوليه وعالميه، ان انا اعمل انجازات كتير جدا جدا جدا. هل ده هيغير فكره؟ انا ما اعرفش انت شخصيا ولا لا، بس في ناس كتير جدا بتبقى متضايقه من التنمر اللي بتتعرض ليه، متضايقه من نظره الناس. هل انت بعد النهارده حاسه انك انت مش هتتضايقي تاني من اي حد بقى يفكر بطريقه سلبيه؟ انا ما كنتش هتضايق تاني، لان انا رئيس الجمهوريه هو اللي بيدعمني وحاططني في حاجه كبيره جدا. يعني رئيس الجمهوريه بيدعمنا وبيسندنا، انا ما عادش يهمني كلام الناس. ايوه سامعاكي يا نوسه، احساسك كان في فخر، كان في سعاده، انا شايفاك اهو على الشاشه طبعا. دلوقتي. وكمان ان انا بطله رفع اثقال، وده حاجه تشجيعا ليا للبطولات العالميه، واحقق بطولات عالميه ودوليه، واحقق ارقام انجازات كمان. انا من اليوم ده انا ناوي اعمل انجازات بس ان شاء الله يا نوسه، وانت ان شاء قدها الله باذن وقدود. الله. ما تحرمش من حضرتك ابدا يا فندم. يا حبيبتي نورتينا النهارده، شكرا ليكي. ربنا يخليكم، وشكرا لكم انتوا على دعمكم لينا كاعلام. ربنا يبارك لك يا نوسه، ده واجبنا، ده واجبنا يا حبيبتي.